منتخبنا الوطني النهارده هيخوض مرانه الاخير بقياده الكابتن حسام حسن المدير الفني لمنتخبنا الوطني، استعدادا طبعا لمواجهه موريتانيا. المباراه هتكون بكره ان شاء الله في اطار منافسات الجوله الثالثه من تصفيات امم افريقيا على استاد القاهره، تصفيات امم افريقيا المؤهله طبعا في المغرب. طبعا مباراه مهمه جدا كل تاكيد لمنتخبنا الوطني، وهتحدد نسبه كبيره مشواره لحسم التاهل ان شاء الله لامم افريقيا في المغرب 2025. المنتخب الوطني عنده في رصيده 6 نقاط من فوزين كانوا طبعا سكور كبير على كاب فيردي 3-0 في القاهره، وعلى بتسوانا خارج الديار 4-0. ظهر المنتخب بشكل جيد صراحه في المباراتين مع كابتن حسام، يعني معسكر كمان منتخب مصر عايز اتكلم عليه انطلق يوم الاحد الماضي، وحاله من الجديه والحماس الكبيره بين كل اللاعبين موجودين، وبعد ما انضم كمان اليهم المحترفين كمان يوم الثلاث الماضي. نتمنى ان شاء الله كل التوفيق لمنتخبنا وللكابتن حسام وكل اللاعبين بكره ان شاء الله في مباراه موريتانيا، والثلاث نقاط هيكونوا مهمه مع الثلاث نقاط ايضا يوم 15 خارج الديار، تكون مهمه جدا لحسم التاهل باذن الله لكاس الامم الافريقيه 2025 في المغرب.